ازيك يا عم حسن؟ معلش يا عم حسن بقى، ما تزعلش مني، انا حقك عليا. من دلوقتي ولحد ما تسيب البنسيون انا ماليش دعوه بيك، ولا الحوارات بتاعتك تهمني في اي حاجه. معلش انا محقوق لك ومعلش انا زودتها شويه معاك، انا عايز ابص راسك. والنبي تسيبني في حالي، كفايه اللي حصل. انا اسف يا عم حسن. السلام عليكم. سلام يا اخ. عايز انا كنت جاي المعلم بيوم. نقول له مين؟ ضاحي. جاي من طرف مين؟ جاي من طرف ياسين، هو عارف. فوت يلا. تسيب الاوتيل حالا يا حمار، اكرم لو مسكك هينفخك. حاضر يا باشا. وتمسح رقمي من عندك بسرعه بسرعه. حاضر يا باشا. أكرم عبد الحي، مدير أمن الأوتيل. عامل إيه يعني؟ أمر نعم. كنت عايز أكلم مع حضرتك كلمتين كده. لا معلش أصل أنا عندي مشوار مهم جدا. لا معلش أنت. الموضوع مش هياخد أكتر من خمس دقايق. في إيه؟ في إيه حضرتك؟ لا إله إلا الله، في إيه؟ اتفضل يا سيدي المعلمين. أنا معلم ضاحي بجد. ضاحي؟ ايوه ضاحي اللي جالك من طرف ياسين.
لا يوسف. والله العظيم ضاحي. امال مين يوسف ده؟ انت مباحث ياض؟ مباحث ايه بس يا معلم؟ دي بطاقه مضروبه كنت بعمل بيها مصلحه. طب كلم ياسين اساله. كلم ياسين. هكلمه بس الكلام لو ما عجبنيش. والله العظيم هيعجبك. اتفضل يا معلم. حضرتك يعني انا مشغول. مين اللي بعتك؟ مش بعتني فين لما اقنع؟ ما تخلينيش ازعل. مين اللي بعتك؟ طب معلش جرب مره كمان هتلاقيه في الحمام ولا حاجه. طب معلش خمس دقايق كده وارجع اكلمك. هي حكايه ولا ايه؟ على اقول حد ما تشوف. قال له ايه؟ انا ضاحي يا معلم والله العظيم ضاحي يا معلم. كلمه تاني. طيب يا معلم ما قلت لك ما حدش بعتني. امال بتراقب مستر طارق ليه يا استاذ سمير؟ يا سيدي والله ما براقبه، انا كنت عايزه في خدمه. خدمه ايه بقى ان شاء الله؟ الحاج عندي ربنا يؤمن بالسلامه يا رب هتعمل عمليه مستعجله، وانا جاي هنا عشان اقابل الدكتور الاجنبي بتاعها. شفت طارق باشا وانا عارف ان هو مساهم في مستشفى الجندي، قلت اكلمه عشان يساعدني. لما شفته اتوترت اتكلم معاه، بس خلاص ادي المشكله كلها. لا يا راجل، علشان كده خدت اوضه ب 1000 جنيه في الليله مش كده؟ يا سيدي ما قلت لك ما تخلينيش ازعل. يا سيدي انا من عيله كبيره اسمها عيله الغمري في المنوفيه، اكيد سمعت عنها. عادي يعني، كنت عايزه يستعجلها لي وقت مش فلوس. الشنطة دي فيها ايه؟ اللي فيها ايه؟ شنطة زي اي شنطة هيكون فيها ايه يعني؟ فيها محشي فيها اللي فيها. انت مالك انت؟ الله فيها يا جدع انت؟ ايدك يا استاذ سمير. اتفضل يا سيدي ادي الشنطة اشبع بيها. طلع لي كده شوية. وزير السياحة بلدياتي على فكرة، وحنزل حال على الاسم عندكم احضر. انا هوديكم 60 دهب والمستشفى والاوتيل مش هعطيهم. والله الغني اللي اخرى امي قادر يخلق علاجها. انا بعتذر لك بالنيابه عن الاوتيل يا استاذ سمير. بعد ايه؟ بعد البهدله والمده دي كلها؟ استاذ سمير بكرر لك اعتذاري المره الثانيه. انت عارف البلد والظروف اللي بتمر بيها. بلا ظروف بلا قرف بقى. يلا اتفضل اطلع بره. اتفضل امشي من قدامي. يلا. حاضر. أستاذ سمير البطاقة. شكله طالع ملوش في حاجة يا طارق بيه. بس شكله كان مرتبك قوي. طبيعي اي حد ما كان لازم يرتبك. شغلش بالك انا زي سمير ده عدى عليها كتير قوي. اكرم
أنا مش عايز مشاكل. واحد زي سمير ده ما يسواش ممكن يعمل لي فضيحة ويقول إني كنت حابسه في أوضة وبعذبه، وأنا بصراحة مش ناقص تلاكيك. يا طريبي، أنا كنت كسرت أوضتك. بعدين هديتها إيه؟ بوكي ورد وكارت توصيل للمستشفى. خلصنا. أنت مسافر إمتى يا باشا؟ مش لما نشوف الراجل بتاعك ده الأول. كلمته وجاي في الطريق، ما تقلقش. وهكلمه لك تاني. يعني ما منوش قلق يا ياسين؟ خلاص يا ياسين، أنا هظبطه. نزلوه يا بهايم. شفت يا معلم؟ شفت؟ ما تاخذنيش يا أستاذ ضاحي، ما أنت عارف بقى اللبش بتاع اليومين دول. لا لا مؤاخذتك معاك يا معلم. وطلع يا عم، مش قالك نزله؟ أدي مسدسك وأدي محفظتك وأدي يوسف وأدي ضاحي. تمام يا معلم، شكرا. طيب فين بقى الحاجات اللي أنا أصلا كنت جاي عشانها؟ الحاجات اللي أنت أصلا جاي علشانها تحتيك. ما تقلقش، كل حاجة موجودة. آدي يا سيدي. لا اللي أنت عايزه، وما تقلقش السعر ما يهمكش. إيه ده كله يا معلم؟ أنا مش عايز ولا حاجة من دول، أنا كنت جاي أجيب من عندك طلب. طلب؟ موجود. انت لو عايز مدافع هاون برضه عندي. وادي الطلب. تمام. هتحاسبني على الواحده بكام؟ شفت حته القماش دي يا خميس؟ بعتها لي الحاج ابو ليلى النهارده الصبح. قلت لك كله بالسياسه يا خميس. قضيها للبنت سعاد تعمل منها كام جلابيه كده. بس انا مش مطمن من حوار الجدع اللي اسمه سليم دير بلدها كبير، مش مطمن. الله يمن سامعك يا خميس، بس وبيني وبينك هو راجل محامي عار وتقيل قوي. خرجك من اجعصها قضيه، وعين بعرفه كتير وواصل، يعني ظهر وسند وقت اللزوم. بس الغدره كبير، يعني ايه بتخر غدر؟ شكله كده ملوش امان، فاهمني؟ طب هيغدر بينا ليه بس؟ ما احنا مصالحنا واحده. لو اختلافنا في المصالح نبقى نقلق. بص يا كبير، انا مش هقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، بس انا اقول لك كلمتين ما لهمش تالت. خلي بالك يا كبير. انت هتوترني دي؟ تحب انش رصاصتين عشان ترتاح؟ شو وقت بقى يا كبير؟ سيبك من الموضوع ده، خلينا في الجد. لقيت لك عروسه. ايه؟ لقيت لك عروسه. ودي لقيتها في انت بقى كبير؟ الحاجه ابو ليلى. قول كده بقى، انت كنت رايح عند الحاج ابو ليلى علشان الانتخابات ولا بلا مؤاخذه تشوف العروسه؟ هو كله سياسه يا فندم، كله سياسه يا حمار. بص يا خميس، انا كبرت نفسي افرح بيك بقى واشوف ولادك قبل ما اموت يا خميس. بعد الشر عليك يا كبير. بص يا كبير، انت عارف ان انا خلقي ضيق يا كبير، مش بتاع مسايس انا. عارف، بس عاوز اقول لك على حاجه. لو ما خلصتش في الليله دي واتجوزتها انا هخش فيها واتجوزها. مش تعرف يا برنس ليه؟ علشان انت مقفل المجموعه. ساعتها هطلق امك. يا ابن الابرنس. انت رحت لسليم دير بلد تعمل ايه؟ كنت عايز اسجله على الموبايل. حضرتك بقى معاكي اذن النيابه؟ انت عارفه حضرتك لو كان سليم دربال اعترف لك بالجريمه وانت سجلتي له الاعتراف ده برضه ما كانش هيتاخد بيه كدليل. انت عارفه حضرتك انا شغال على القضيه دي بقالي قد ايه؟ وعارفه ان مروحك لسليم دربال بوظ لي كل حاجه؟ لا مش عارفه. كل اللي انا عارفاه ان انا جوزي اتقتل وبنتي اتيتمت وحياتي باظت بسبب ابن الكلب ده وحضرتك. طبعا هل حضرتك لو كنت عينت له حراسه لمده اسبوعين بس قبل المحكمه ما كانش زماني عايشه في القرف اللي انا عايشه فيه ده. يعني يقتل جوزي ويسرق شقتي ويهددنا، وبدل ما تمسكوه هو وتعدموه جايين تلوموني انا. مش عارفين تتشطروا على الحمار؟ بتتشطروا عليا انا، مش كده؟ مدام انجي، الامور مش بالبساطه دي. وبعدين اللي كان بيراقب حضرتك مش تبع سليم دير بلد.
امال تبع مين؟ انت بقى قال انت؟ ايوه. وليه حضرتك ما قلتليش؟ ما كنتش اتسرعت؟ عشان مش كل حاجه لازم تتقال. حضرتك ما قلتليش عشان اتصرف بطبيعتي، عشان تمسكوه حضرتك تاخد الترقيه، مش كده؟ لو كان جرالي حاجه انا وبنتي كنتوا هتنقذونا ولا كنتوا هتسيبونا نموت زي ما سبت وليد؟ يعني هيك فاكر ان انا بعمل كل ده عشان الترقيه؟ انا لو كان همي الترقيه كنت سبت القضيه مقفوله زي ما هي وما قربتلهاش. انا كل اللي انا عايزه دلوقتي ان انا اجيب لك حقك وحق بنتك والبس سليم درباله البدله الحمراء. وانا كل اللي انا عايزاه ان انا وبنتي نعيش في امان. حضرتك سافرتي الساحل ليه؟ قلت لحضرتك كنت بنضف الشاليه. ايوه عارف، بس اقصد يعني هو ده وقته. عاوز ابيعه، ومن يوم ما وليد مات مش قادره ادخله، وبعدين انا بفكر اخد بنتي ونهاجر نسيب البلد، مش قادره اعيش هنا. ده يضايقكم في حاجه؟ لا خالص، ما يضايقناش في حاجه. هو في حد غير حضرتك كان عارف انك مسافره؟ حد زي مين يعني؟ حضرتك عاوز توصل لايه؟ يعني مش شايفاها صدفه غريبه شويه ان شقتك تتسرق وانت هناك في الساحل؟ مش يمكن يكون في حد مراقب تحركاتك؟ بص انا مش عايزك تقلقي، وكل حاجه هتبان قريب. بص عايزك، انا همشي دلوقتي، ولو في اي حاجه ارجوك ما تتردديش انك تكلميني. يا ريت حضرتك تتأسف للراجل بتاعك. حاضر، بس على من ده شغله. خلص المصلحه دي في السريع وتاني راجع. تمشيش؟ حاضر يا كبير، استناك هنا في البر. ده خميس، تصدق انك بتوحشني يا حبيبي كبير. حكايه امك دي دخلت عليهم؟ دخلت يا كبير، ما تقلقش، انا كنت مأمن نفسي. اوعى يكون كمين معمول لك. لا كمين ايه يا كبير؟ دول بعتوا لي بكيل ورد وكمان كارت توصيه. كارت توصيه بتاع ايه؟ بتاع مستشفى الجندي. انت بتجود كمان؟ بقول لك ايه؟ انت تسيب الاوتيل دلوقتي حالا وتروح على بيتك وتاكد ان مفيش اي حد اطرك. سامعني يا حيوان؟ كبير تسمح لي بس دقيقة واحدة بالظبط وهكلمك كبير. عن إذنه عليك. الله، المعلم سعيد، منور يا معلم. بتعمل ايه هنا؟ نزيل هنا يا معلم. ده من امتى بقى ان شاء الله؟ درس المعلمين فيه. مش بيش يعني ولا مش بيش؟ الصراحة ما تشبهش. ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لا 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 تيجي معايا احسن. لا معلش يا معلم، فرصة ثانية إن شاء الله. الله يبارك لك. ايه يا برنس كل ده؟ ازيك يا اكرم بيه؟ حبيبي مؤاخذة، الشوارع كانت لابة شيان وزحمة شوية. تعال اتفضل طارق باشا مستنيك جوه. طارق باشا
شافك يا معلم. تعيش يا باشا. تصدق باللي خلقك وخلقنا يا باشا. الواد خميس ابني اول ما عرف اني طالع لسيادتك هنا كبرت في دماغه وشبط وراسه ألف سيف يطلع معايا. اشمعنى؟ اهبل ولا مؤاخذه يا باشا. مخه مصور له يعني انه هيطلع عند سعادتك هنا حيلتقي الاستاذه هيفاء وهبي والاستاذه نانسي عجرم قاعدين تتغدوا يعني. هو فعلا كانوا عندي هنا من شويه وبيتغدوا. جد صحيح يا باشا. يا معلم يا معلم بهزر معاك. هزر هزر يا باشا حقك. هاي بلاش يا باشا امان. عمره ما هينسى انه كان شغال في الداخليه. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم يا باشا. اتفضل. بعدك يا باشا. استريح يا برنس. يريح قلبك يا اخويا. الو ايه كبير؟ عارف مين دلوقتي عن طارق درغام؟ البرنس. برنس مين؟ البرنس بتاعنا؟ ايوه البرنس بتاعنا كبير. هو في غيره؟ انت متاكد يا ياسين؟ متاكد معليك زي انا متاكد انا بكلم معليك دلوقتي. وايه اللي لم الشامي على البرنس؟ ما اعرفهاش دي بقى يا كبير. طب خليك انت عندك دلوقتي وعلى خمسه كده امشي. اي حاجه تحصل تبلغني بيها على طول. مش هوصيك يا ياسين. خلي بالك كويس. حاضر حاضر يا كبير. متقلقش. مع السلامه. معليك. لا دي حلوه قوي. خير يا ريس؟ الدنيا اتقلبت 180 درجه. امسك طلع نمرة البرنس واطلبه لي. لا لا خلاص خلاص بلاش. هات معالي الباشا. ايوه سليم كل حاجة ماشية تمام. عيب يا باشا لما تسأل سليم دربالة سؤال زي ده. طيب لو حصل حاجة بكلمني. سلام. هتعمل ايه يا ريس؟ تصدق يا تيفا الموقف مش وحش قوي كده. والله يا ريس انا ما فاهم عليك بتتكلم عن ايه اساسا. شو هم؟ روح انت دلوقتي ولما عوزك هبعتلك. فين؟ يعني مشوار كده قدامي ساعة تقريبا اكون عندك. طيب تعالي بسرعة بقى متأخريش. انا هفسحك النهاردة فسحة جديدة خالص. هت...
هتوديني فين؟ لا مش هينفع اقول لك، خليها مفاجأة. نهال. ايوه علي. انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك. دي غير المرة اللي فاتت يا معلم. مش هتفرق كتير يا باشا، وهي في الآخر كلها أرواح وبتطلع للي خلقها. لا مؤاخذة يا باشا، يعني سيادتك كلام مني. بقول لك يا طارق بيه، معلم سعيد ده راجل بتاعنا، وجربناه قبل كده وتعامل معاه كتير من زمان، رجولة ومريحة. تعيش يا أكرم بيه. مش هي دي المشكلة يا أكرم. أمال إيه يا باشا؟ المشكلة لو الموضوع باص، أنا اللي هتحط في الصورة. استغفر الله العظيم يا باشا من كل ذنب عظيم. وإيه اللي هيبوظه بس؟ وإيه اللي هيحط سيادتك في الصورة؟ ما هو أي حاجة ممكن تحصل يا معلم. وأنا حياتي مش ماشية بالبركة. قلت لي سيادتك مسافر إمتى؟ أنا كنت مستني عشان أتفق معاك وبعد كده أحدد ميعاد سفري. عايزيننا اتفقنا يا باشا. سيادتك تسافر بالسلامة وترجع بالسلامة. لما ترجع يبقى فوت عليه في القرفه قرر له الفتح. ولا يا اكرم بيه؟ سافر طارق بيه وما تقلقش. وعلى قولة المعلم وانت راجع نبقى نقرا له الفتح. نقرا له الفتح. انتوا شايفين كده؟ الو. ايوه يا شيم. اخبار هيثم ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن شويه، نايم بقاله شويه كده. خير ان شاء الله. بصراحه كده كنت عاوز اقول لك حاجه بس مش عارفه ده وقت ولا لا. ايه حصل حاجه في الصالون؟ لا لا كل حاجه كويسه، بس عرفت ان مستر طارق في الاوتيل. مستر طارق درغام في مصر؟ انا ما شفتوش بس سمعت انه مسافر بكره. بس انا مش هقدر اسيب هيسه. لا لا خليكي جنبه، بس انا قلت اقولك عشان الموضوع بتاع الدكتوره نهال، يمكن لو كلمتي مستر طارق يمشي الدنيا. انا هقفل دلوقتي عشان مستعجله. باي باي. طيب ماشي، اشوفك بكره يا شيم. مع السلامه. يا ام محمد، ام محمد، ام محمد، يا ام محمد، نعم يا مدام سعاد. بقولك ايه يا ام محمد؟ مؤمرين. انا رايحه مشوار كده 4-5 ساعات، مش هتاخر. خلي بالك من هيثم والنبي. عينيا الاثنين. بصي انا مديها دواء هيفضل نايم مش هيصحى قبل 3 ساعات. حاضر. اول ما يصحى تديه حبايه من دي. عينيا. ماشي. حاضر. وهتديه معلقه من ده كمان. حاضر. بس ترجيه الاول كويس. حاضر. وكل شويه تقيسي قرطه. حاضر. لو لقيتيه سخن تتصلي بيا على طول. حاضر. ام محمد ما تخافيش يا مدام سعاد، هيثم في عينيا الاثنين. ماشي. بقولك يا ام محمد، قولي. انا غيرت رايي وقاعده معاه. روحي انت. حاضر. مش عايزه حاجه اعملها لك؟ طيب ربنا يطمنا عليه يا رب. مؤاخذة يا باشا، مدام نهال دي مش ممكن تساعدنا. لا 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 انساها خالص،
اهي دي بقى اللي ممكن توقف لنا المراكب السايره. روزا باشا تليفون هادي المدام. الو لا مؤاخذه يا معلم، اصل طلع لي مشوار كده واحتمال اتاخر. يعني ايه تاخري؟ مشوار ايه اللي طلع لك فجاه ده؟ مدام ليلى علوي كلمت السنتر وطالبه حد يعمل لها مساج في البيت. هو مفيش غيرك يعني ما تبعت لها اي حد؟ لا دي طالباني انا بالاسم طبعا. ترجعي لي بقى بعد نص الليل، هو انت مش ابنك عيان ولا ايه؟ لا بقى احسن شويه الحمد لله. بقول لك ايه يا معلم؟ لحظة واحدة خليك معايا بس أرد على مدام ليلى بتتصل على الخط التاني. ثانية واحدة. مؤاخذة يا باشا هولد هولد. أيوه أيوه مستر طارق، أنا سعاد بتاعت المساج، حضرتك لحقت تنساني ولا إيه؟ لا 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 ده كلام، انا اصلا كنت بشتكي من ظهري من شويه. والله لا ده انا هاجي اعمل لك مساج حالا وهتبقى كويس قوي ان شاء الله، مسافه السكه. طب يلا مستنيكي. ماشي مع السلامه. ايوه يا معلم. بص بقى انا عاوز اقول لك على حاجه مهمه قوي، انا لوع النسوان ده ما بياكلش معايا، ما احبوش. خلاص يا معلم معلش، النوبادي بس ومش هتتكرر. نوبادي وخلاص، مش هتتكرر تاني خالص. مين اللي هيوديكي؟ ابعتلك الواد خميس؟ لا لا ملوش لزوم، مدام ليلى بعتتلي السواق بتاعها وزمانه جاي دلوقتي في السكة. ماشي صباح رباح، بكرة الصبح لينا كلام تاني. مع السلامة. مؤاخذة يا طارق باشا، انت عارف النسوان ورغيهم يعني. ها كنا بنقول ايه؟ مدام نهال. كويس انك فكرتني اكلمها، ما تردش عليا من امبارح. ايه كنت فين كل ده؟ بدور على الموبايل، انت ما شفتوش؟ لا ما شفتوش. غريبة قوي، ده كان معايا من شوية فجأة ما لقيتهوش. معلش لما نرجع ندور عليه سوا. طيب مش ناوي تقولي بقى هتوديني فين؟ لا مش هقولك. يعني مش شايفاها صدفة غريبة شوية ان شقتك تتسرق وانت هناك في الساحل؟ مش يمكن يكون في حد مراقب تحركاتك؟